أنا عايز أعرف جبرية دي اللي شبهني هي مش عندها بيت تقعد فيه؟ فيه يا عمتي؟ اللي مزعجك؟ أقول له يا زينب؟ استني يا عمتي. تقول يا زينب ما تتكلموا. مفيش حاجة يا حبيبي، ما أنت عارف أمك وفوزية، تلاقي الموضوع بسيط. بس أقول لك على حاجة، خلاص أنت أكلك وأنا هشوف إيه الحكاية دي. يلا يا عمتي عشان خاطري اسكتي بس. يلا حبيبي بالهنا. تعالي يا عمتي. يلا. هاي، أنا قلت أشرب معاك القهوة. أنت ليه ما بتردش عليا؟ أوكي، هتنزل الجبل. ماشي. عادل على فكرة سافر برا مش عشان يعمل عملية ولا أي حاجة، سافر بس عشان يظبط نفسه. حسن حبيبي أنا مصالحي معاك، إحنا مصلحتنا واحدة وإحنا قرايب. آه تحصل مشاكل بيننا وكل حاجة، لكن مفيش غريب أبداً يدخل ما بيننا. وعادل أنا متأكدة إن هو مش هيأمن لأي حد، حتى لو كنت أنا. وإن ميت إحنا عيلة واحدة. من النهاردة تصدق والله أنا ما نمت طول الليل. ومش هتنامي تاني، بس برضو اللي في دماغك مش هيحصل. الله أكبر عليه، إيه الشطارة دي؟ هو أنت عارف إيه اللي في دماغي أنا؟ أنت عمرك ما هتبقي رقم واحد طول ما أنا عايش. فحريم حسن مكانهم البيت، لا بيشوفوا حد ولا حد بيشوفه. اوكي انا ما قلتش لا، دول حريم حسن اللي هم لبنى وريتال، انا مالي بقى ومال الموضوع ده. بس اقول لك حاجه برضو واجب عليا، انا برضو قريبتك. تعرف ان الحريم هم اللي كانوا بيحكموا السلطان من ورا الستار؟ عارف ليه؟ عشان عندهم الخبر اليقين، وانا بقى كريم عندي الخبر اليقين. من خبرتي يعني كده بالناس، بعد الكلام اللي انت قلته لعصام اعتقد ان هو كان المفروض يجي لك امبارح، بس هو ممكن ما جالكش. عارف ليه؟ عشان هو تقيل في نفسه، مش خفيف كده زي محرم. هو خاف يجيلك لحسن تحس ان هو قلقان وخايف. هاي عصام باشا. سألت عليك وعرفت انك هنا، عاوزاك. خير ان شاء الله. ايه عصام زعلك؟ مش هرد على الكلام ده. مفروض يعني بدل ما تديني كلمتين تسأل عليا وتسأل على اخوك اللي انت مطنشه ومتسألش عليه خالص ده. يعني انت جاي عشان اخوي؟ اذا انا اروح اجيبه يجرى معانا هنا وماله؟ بسيطة اعتبرها انها حصلت. بس انت مكيد صالح بيه طول ما انت مع عصام ده. أنا الصراحة يعني ما كنتش جاية عشان كده، بس طالما بقى أنت طلعت ابن عبد الحكيم وطلعت طيب وحنين كده وهتقف جنب أخوك وتحميه وتسنده، أنا هقول لك أنا جاية ليه. جاية ليه نعيمة؟ عصام عند حسن، وامبارح كلم ريم في التليفون واتفق معاها على حسن. صراحة كده الحكاية مش حكاية جبل وشغل سلاح وآثار، الحكاية أكبر من كده بكتير، وشكلك كده أنت عارف كل حاجة. حسن ادى عصام على دماغه وكلمه كلام ناشف قوي، خلاه يلف حوالين نفسه بعد ما كان نافش ريشه. وانت خايفه على حسن مش كده؟ طبعا خايفه على حسن وخايفه عليك. في الاول والاخر يعني انتوا اهلي، يوم ما بتعذر ولا بيجرالي حاجه ما انتوا اول ناس انا بجري عليها. نسيت اللي انا عملته فيكي؟ نسيت، بس ما نسيتش كمان ان انا كمان كنت ست وحش. صحيح يعني انا في نظركم كلكم ست وحشه وجايه تاخد فلوسكو وتطلب بمراسي ابنها. ما جايبش معايا ان انت جاي عشان تلم الشمل،
ياه ليه؟ لحد دلوقتي انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلاكي تهجي من البلد وتاخدي في وشك وتمشي. ياه كنت هروح فين بعد ما البيت الكبير اتحرق وبقى كوم تراب؟ انت عايزه يا نعيمه؟ عاوزك تقف جنبي تسندني وتحميني وتبقى ظهري. انا عارفه ان انت وقفت جنب زينب لما كان العمده عاوزها تعيش معاه. عاوزك تعاملني زي ما بتعامل زينب بالظبط. انا ملزم باخويا وباس. انت ليه طول ما انت مع عصام ده غصب والنبي عايشه معاه بالغصب بالتهديد ده؟ كفايه عليا بعد ما قتل بدري فضل يهددني ان هو هيقتلني انا كمان ويعلقني. طب ليه ما قلتليش يا نعيمه؟ يوه هو انتوا كنتوا طايقيني من باب ولا من حيط؟ ده انتوا نفسكوا تخلصوا مني انا وابني. ماشي يا نعيمه ماشي. تعالي يا حبيبتي. والعمل ايه دلوقتي يا نجا؟ ريم دي جدرة شيطان. معلش يا حبيبتي انا هاخد لك حقك منها. لوحدك ما هتقدريش عليها يا عمتي. بيتي عبيطة انت مش عارفة عمتك ده انا اقدر عليها وعلى اللي خلفوها كمان. يعني هي هتيجي اغلى من اللي راحوا. تعالي عودي تعالي. اوه هتعملي لها ايه يعني؟ هتقتليها؟ لو وصلت للقتل هقتلها. خلاص القتل بيجي سهل. لا يا نادية عمري يا بنتي القتل ما كان سهل. بس في ناس موجودة في الدنيا عشان تأذي الناس التانية فيبقى حلال فيها القتل. بقول لك ايه؟ مروان لازم يعرف باللي حصل لك واللي انت بتقوليه ده. مروان تاني؟ أنا مش عايشة يا عمتي. أنا مت من يوم ما أبوي ما مات. من يوم ما طلعت من البيت الكبير. الله يرحمك يا عبد السلام. الله يرحمك. كل ما كنت اشوف مروان واحس انه مش طايقني قلبي يبقى مجهور. عقلي الناقص هو اللي خلاني اخسر واخسر بيتي. عشان انت هبله وعبيطه. ياما يا ناديه واللي خلي بالك سواقي البسي راح يدور على اللي ملجهوش عندي. راح لكتفي يترمي عليه مش كيلو همه. راح لكلمة حلوة يسمعها. مش نادية المجنونة اللي تتخانق وتولع الدنيا على أجل كلمة. بقولك إيه؟ مش عايزك تفكري في اللي راح. انسيه. عايزك تفكري في اللي جاي ده المهم. ما هو اللي جاي زرعت اللي راح يا عمتي. انا هتصرف. شدي حيلك كده وقومي معايا. تعالي. على فين؟ على مروان. هتتحامي فيه؟ طب ولو عرف ان انت اللي قتلتي فريده؟ ناتشا مش عايزاكي تفتحي بقك بالموضوع ده تاني ابدا. انت فاهمه ولا لا؟ ابدا. بعد ما كنا كبار البلد بعد ما كان اللي يعدي قدام البيت الكبير يطاطي راسه ويرمي السلام ويتمنى بس يبقى واحد من سكانه بعد ما كان الصغير والكبير ما يقدرش يرفع عينه في عينين أي حد فينا بيجي كل واحد فينا يدور على التاني. بيجينا خايفين من واحدة زي اللي اسمها ريم دي.